لما بشوف حد يعني بحاول اتجنب كتير جدا اشوف صور او فيديوهات عن مصر، عشان بقى بيتحرق دم، يعني بيتحرق دم ان هو ليه انا ما اكونش هنا، يعني ليه ما اكونش في بلدي عايشه مبسوطه وعايشه في وسط اهلي في وسط اصحابي وشغلي، ليه ما اكونش عايشه بحريتي ما فيش حاجه بتهددني، ليه ما اكونش عايشه بادميه هناك ما حدش فجاه ياخدني يوديني السجن، ليه ما اكونش عايشه طبيعي جدا زي ما الناس في العالم كله عايشين طبيعي يعني.